مشاهدينا نحييكم من جديد. احمد مدحت موظف بسيط، نموذج ايجابي جدا، بس النموذج الايجابي ده في مواجهتي نموذج تاني كان سلبيا للغاية. يعني تخيلوا انه يتم استغلال سيارة الاسعاف، استغلال الحالة الانسانية المرتبطة بسيارة الاسعاف. كلنا حينما تشاهد سيارة اسعاف بتوسع لها الطريق تماما، وحتى يعني تدعو لمن فيها بالشفاء. وبالتالي كمان سيارات الإسعاف نتيجة ارتباطها بالحالات الإنسانية يعني لا يتم تفتيشها تفتيشا دقيقا، يلا عشان ننقذ حالة المصاب يعني. وكنا دايما بنقول ان يعني للأسف الشديد عندنا احيانا تصل سيارة الإسعاف بعد ان يموت المريض. طيب لما يبقى عندنا سيارة الإسعاف بتحاول إنقاذ المريض أو المصاب، فالناس بتتعاون معاها بشكل كبير، فيقوم أحد السائقين لسيارات الإسعاف يستغل ذلك في تهريب المخدرات. شوفوا، يحول الحالة الإنسانية إلى توزيع السموم على المجتمع، وبيتم تهريبها من مناطق علشان يعني تنقلها من هذه المناطق للإسماعيلية، فأنت يعني هتمر بدوريات تفتيش. لكن سيارات الإسعاف نتيجة الحالة الإنسانية اللي بقول لكم عليها، ونتيجة أنه الهدف هو كيف يمكن أن ننقذ المريض أو المصاب، فيعني بيتم التفتيش بسرعة أو بيتم التغاضي عن التفتيش. احمد مدحت بقى النموذج الايجابي، هو موظف امن في المستشفى العام في الاسماعيليه، وهو هيقول لنا ازاي ضبط هذه الواقعه اللي احيلت للنيابه وتم احاله المتهمين فيها للنيابه حققت معاهم ويتم احالتهم للمحاكمه. بس نقعد بقى نتخيل المشهد. اولا نموذج الموظف المثالي ده تعالوا نحتفي بيه، لكن كمان نشوف الصورة المشوهة التانية، ان سائق يستغل سيارات الإسعاف. وده كمان يخلينا ازاي نعمل بقى توازن ما بين مراعاة الحالة الإنسانية وفي نفس الوقت الحالة الأمنية وحماية المجتمع. احمد مدحت، يا احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا بسادة المشاهدين. اهلا بك احمد. انت يعني انا اندهشت كمان، انت بتقول لي انت بكالوريوس نظم ومعلومات. بكالوريوس نظم ومعلومات اداريه. بتشتغل اصلا فين؟ موظف فين؟ انا موظف في الديوان العام لمحافظه الاسماعيليه. وعشان تنمي دخلك بتاخد كام في المحافظه؟ انا في المحافظه باخد 1000 جنيه. فبتشتغل موظف امن في المستشفى عشان تنمي دخلك يعني تزود دخل. مشرف امن في المستشفى العام. طيب قول لي بقى، يعني انت هنا سياره اسعاف بتنقل مصابا او مريضا الى المستشفى. تمام. طبيعي يعني لا يمكن لاحد انه يشك انه سياره الاسعاف دي يمكن انها تؤذي المجتمع، ده بالعكس أكيد. تنقذ المرضى والمصابين. اكيد. ايه اللي شككك ومن خلالك تم ضبط الواقع؟ هو فندم انا زي اي حد طبعا، سياره الاسعاف دي انا لو سايق عربيتي الشخصيه او في الشارع او في اي حته بفتح لها الطريق. وبالتالي دي برضو طبيعه شغلي، المفروض ان انا شغلي ان انا بخلي مثلا الافراد الامن اللي بتوعي بيفتشوا مثلا عربيات وهي خارجه. بحكم ان المستشفى فيها تطوير وكده وفي مخلفات طبيه، اي حقيبه برضو طالعه من المستشفى المفروض ان هي تتفتش. لكن الاسعاف لا، الاسعاف فوق ده الكلام ده كله يعني. الاسعاف المفروض المفروض الاسعاف اساسا ما توقفش ثانيه واحده حتى على الباب، المفروض افتح لها كل الطرق، اسهل لها كل الطرق. وهو بيدخل بسرينه طبعاً الاسعاف ولازم على الفور اللي هو انقذوا المصاب وانقذوا المريض، لازم على الفور اخلي له الطريق طبعا عشان اكيد بيبقى معاه حاله خطيره طبعا. فانت عملت ده مفروض. انما ازاي بقى تم ضبط المخدرات داخل سياره الاسعاف او في حوزه السائق؟ هو اللي كان غريب في الموضوع ان هو نزل الحاله فعلا ونزل المسعف اللي معاه، وبعد كده جه ركن جنب الباب قبل باب الخروج على طول بحوالي 5 متر. وفتح تقريبا اللي هو الباب الجانبي، الباب الجانبي ده كنت انا قاعد تقريبا قدامه بالظبط، يعني في مثلا مسافه 2 متر او 3 متر ما بيني وما بينه. طلع منها كستين كبار كان حجمهم كبير، شكلهم ملفت قوي للنظر. فوقفته قلت له ممكن بس ابص على الكياس دي؟ فقال لي طبعا بتكلم معاه باسلوب هادي طبعا عشان هو موظف اسعاف وما ينفعش ان انا اتعدى ايه معايا عشان موضوع الاسعاف، يعني ممكن كان هو يستغله ان هو بيعطلني والكلام ده. فطبعا بعد اذنك ابص على الشنط، فقال لي لا ده فيها هدايا.
قلت له حضرتك انا هبص بس على الشنط بصه سريعه بس وكده. قال لي عشان في هدايا لاخواتي وكده ومش هينفع حد يشوفها. قلت له يا باشا انا هبص على الشنط، الموضوع مش كبير قوي كده يعني، الشنط شكلها ملفت للنظر وفيها لفات كده شكلها يعني زي ما بنشوفها في التلفزيون وفي الافلام والكلام ده، شكلها لفات بانجو. بس انا الاول طبعا في دماغي ان هي ممكن تكون حاجه واخدها من المستشفى نفسها بس. فهو طبعا رفض وابتدى يشد الشنطه وابتدى يبقى متوتر وهو بيتكلم معايا. فطلبت ان انا النقطه وجالي النقطه وكده وفتشوه لو في فعلا لفات، دي لفات بانجو. انت طبعا لما صممت وهو كمان مصمم على انك ما تفتش، ده خلاص جه في يقينك انه شايل حاجه ممنوعه يعني. اتاكدت لو هو كان بيتلجلج في الكلام اتاكدت، الموضوع كان واضح قوي. طبعا استعنت بافراد الشرطه، نقطه الشرطه اللي موجوده عندي في المستشفى، هم اللي فتشوه. فجم فعلا لقوا فعلا ان هي شكلها فعلا لفات بانجو، فراحوا متصلين بالمباحث بانجو. اتصلوا بمحمد بن سليمان اللي هو رئيس مباحث قسم ثالث، جه فتش الشنط فعلا لقى فيها 8 لفات بانجو وسط واثنين ولفتين كبار حوالي 12 كيلو تقريبا. 12 كيلو؟ ده كميه كبيره طبعا. والمؤسف كمان انه بالتاكيد يا جماعه اللي عمل كده عمل قبل كده كتير. اكيد هو يعني استخدم نفس هذه سياره الاسعاف، هو خط السير بتاعه، استغل الحاله الانسانيه. اكيد هو خط السير بتاعه الشرق، فهو يعني اكيد عدى حاجات اكتر من كده، اكيد في سلاح بيعدي، اكيد في حاجات كتير بتعدي، وطبعا هو مستغل موضوع ان هو فوق التفتيش. طيب ما احنا الحقيقه بنقول ده ليه عشان نسلط الضوء ازاي نوازن. طبعا ما فيش شك ان بيبقى عندك هدف اصيل وهو انقاذ المريض او المصاب، بس ازاي بقى اوازن، لانه اذا كان كمان الشياطين يمكن انها تصل الى هذا الحد مع البشر، او البشر يتحولوا الى شياطين بهذا الشكل، وانه كمان لما يبقى بيقود سياره اسعاف ده في حد ذاته يعني هدف نبيل جدا، ويبقى بيشتغل مهمه نبيله قوي ويقول كفايه عليا ان انا بنقذ الناس، لكن يحول ده الى ايذاء المجتمع. طيب انت في جانب طبعا معاك، انا اندهشت انت بتشتغل في المحاماه، مفيش حد خالص حياك على اللي انت قمت بيه؟ هو ده المفروض شغل خاص بيا يعني، ده المفروض شغل اضافي ليا، المفروض ان الموضوع بعيد عن ديوان عام المحافظه، المفروض ان هو شغل اضافي ليا بحاول احسن بيه دخلي. طيب وانا بحتفي بيك يا احمد بسرعه، انا لمحه بسيطه خدتها لكن عشان نحتفي بيك يعني ويعني واضح انت معاك مؤهل عالي. انا بكالوريوس نظم معلومات اداريه. اربع سنين وعامل دبلومه تربوي دراسات عليا. واشتغلت في المحافظه ب 1000 جنيه وبتنمي دخلك يعني. انت بتشتغل كام ساعه كده في اليوم؟ انا تقريبا حوالي 18 ساعه، من 11 بالليل ل 7 الصبح في المستشفى، ومن 7 ونص ل 3 ونص في المحافظه. طيب انا بدعو يا جماعه الناس تحتفي بهذا النموذج، لان شوفوا القضيه كمان مش في ال 12 كيلو مخدرات اللي تم ضبطهم داخل سياره الاسعاف، لا، في انه ده كان ممكن هيعمل ايه بعد كده كمان. يعني السائق ده سائق سياره الاسعاف كان هيعمل ده على طول، ممكن يكون بيعمله كل يومين ثلاثه، بيعمله كل شويه، لكن شوفوا حجم السموم اللي يمكن انها يتم نقلها وتنتشر في المجتمع بسبب استغلال سيارة إسعاف. كلنا كل الناس سواء كانوا مواطنين أو مسؤولين، هي اسمها إسعاف يعني تعالوا ننقذ المريض أو المصاب ونسعفه في أسرع وقت ممكن، وبالتالي الناس بتسهل، فشوفوا يقوموا يستغلوا سيارات الإسعاف بهذا الشكل في الأعمال الشيطانية. أحمد عايز تقول حاجة يعني تستحق كلمة أخيرة توجهها؟ يعني أنا حاسس بمعاناة موظف بسيط بيعاني، بيشتغل بشرف، بيشتغل شغلتين، أدى واجبا يستحق إن احنا نسلط عليه الضوء ونحييك فيه. عايز تقول حاجة لأي مسؤول أنت بتشتغل تحت إشرافه؟ يعني يا فندم انا تقريبا شغل المحافظه تقريبا المفروض كان يبقى كافي ليا، ان انا موظف المفروض وفي مكان المفروض يعني ديوان عام المحافظه، فالمفروض ان هو يبقى كافي ليا يعيشني حياه كريمه، بس هو تقريبا مش كافي، تقريبا 1000 جنيه تقريبا هم حتى مش مكملين ايجار شقتي. انا متجوز وعندي طفل وهم تقريبا مش مكملين حتى ايجار شقتي، فاكيد لازم ادور على شغل تاني وتالت، ولو في مثلا غير الست ساعات دول لو في وقت ساعه زياده كمان او ساعتين كنت ممكن اشتغل شغلانه ثالثه. فاكيد في طبعا شغل عندنا في اسماعيليه زي الهيئه او في الكهرباء وكده بيبقى في مثلا راتب بتاعهم اعلى شويه، طبعا البكالوريوس بتاعي او
المؤهل بتاعي يسمح لي بكده، يسمح لي ان انا ممكن اشتغل في مكان افضل يبقى السالري بتاعه اعلى شويه. وانا بوصل صوتك، لان اللي بيقوم بعمل ايجابي ومثالي ده لازم نكافئه ونحييه. وانا بحييك يا احمد. وفي نفس الوقت كمان يا جماعه تعالوا بقى نشوف ازاي نوازن ما بين انه سياره الاسعاف نعم هي طوق انقاذ للمرضى والمصابين، لكن مش معنى كده ان احنا نقول للناس ان كل اللي بيشتغلوا في سياره الاسعاف كده، لكن لا، يعني اذا كان البعض يمكن انه يستغل هذه الحالات الانسانيه يعني او طبيعه المهام الانسانيه في انه ينشر السموم في المجتمع بهذا الشكل، ده محتاج بس ازاي يعمل التوازن الشديد دون الابطاء في انقاذ المرضى والمصابين. احمد بشكرك الف شكر. خلينا نطلع